عاد هاي الكوكوط هذيك الخلطه السحريه اللي درناها للكوكوط شوف كيفاش كترجع دغيا دغيا ما تعذبت لا والو في الحكان هذه هي الخلطه السحريه اللي كتخرج لما عند جدادين 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 هذه كفته بالخضره الوليدات غياكلوا لكم الخضره على بالهم كياكلوا الكفته ولكن هذه كفته بالخضره القوام ديالها واللذه ديالها بلا ما نهضروا عليها ها انتم شو دهنوا متخلوا واحد 5 دقائق ورجعوا ليها والله حبايبي هاد الشوربه اللي جربتوها غادي تعجبكم بزاف 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 السلام عليكم يا حلوه السودان كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول عمر وباش ما تمنيتو اليوم قلت بلا ما ندير العشيوه جا الوالد دخل قال لي سيمو شنو درتي في العشاء قلت له الوالد ما درتش والو قال لي سيمو بغيت نتعشى قلت له مرحبا والف مرحبا هادشي علاش غنشارك هاد العشيوه على قبل الوالد شهاها قلت لي غندير الطويجين بالكفته ولكن شويه الكفته والخضره اكثر من الكفته شحال هي اقتصادي وغادي تكون لذيذه بزاف وغنشارك معكم واحد الشوربه بالسفه والخضر يعني هاد الوصفه اليوم غندير لكم غيعجبوا الوليدات وغياكلوا لكم الوليدات الخضره بطريقه غير مباشره دوره بركه الله بسم الله اول حاجه غادي نبداو بها هي الكفته كتاخذوا فلفله وحده انا خديت جوج فلفلات فلفل ويكونوا متوسطين ماشي كبار يمكن لكم ديروا غير الخضراء او الحمراء لكم الاختيار جوج فلفلات متوسطين خيز زوا وحده نقطعوها قطع صغيره باش الهاشوار ديالنا يطحنهم ويطحنهم مزيان غادي نقرد كيما كتشوفوا خيز زوا بالقلب ديالها بكل شيء لا ماشي مشكل يمكن لكم ديروا حتى القرعه الخضراء راها كتجي زوينه غير انا ما متوفرش عندي قلت بلا ما نديرها اللي لاحظتوا درنا جوج فلفلات خيز زوا وحده وضروري ندوق خيز زوا واش باسله ولا زوينه القزبر والبعدوس او بصيله تقريبا بصيله وحده بحال هكاك انا خليت درت شويه وخليت للشوربه غادي نطحنهم مزيان مزيان في الهاشوار ضروري انكم طحنوا الخضره وما تبقاش تبان بعد ما طحنت هاد الخضره مزيان غادي ناخذ الكفته دي غير ديال لاداند يمكن لكم ديروا ديال الدجاج يمكن لكم ديروا ديال البقري لكم الاختيار تقريبا واحد 350 حتى 400 غرام بحال هكاك او غير 300 غرام على حساب الافراد اللي معاكم في الدار صافي هنا طحنا ديك الخضيره زدنا عليك الكفته شويه ديال البزار وغادي ناخذ شويه ديال الثوم مجفف يمكن لكم تاخذوا غير جوج فصوص ديال الثوم وطحنوهم غادي ناخذ القزبر اليابس وشويه ديال السكينجبير السكينجبير ما تكثروش معلقه صغيره ديال التحميره والمليحه اللي ضروري منها ويمكن لكم ديروا عطريات الكفته اللي كانت عندكم ديروها اللي ما كانتش عندكم بلا ما ديروها ماشي ضروريه والزيت العاديه او زيت الزيتون ويمكن لكم تزيدوا شويه القزبر اليابس وشويه الكمون اللي اختياريين ماشي ضروريين وهاد الكفته ديال لاداند خديتها معطره ما لقاش عنده الكفته العاديه لقيت عنده غير الكفته ديال لاداند معطره سمحوا لي وصافي صافي اللي ما غندير الطويجين كنا نطيبوه على الفاخر ولكن ما خفت يفوت الحال وما يطيبش في البوكس نطيبوه على البوكس دابا قريبا 10 طيب يزرب بركه الله بسم الله زلافة صلصة الطماطم الجاهزة وزدت معها شوية الماء باش تخفاف ما تبقاش ثقيلة يمكن لكم نتوما ديروا غير مطيشة العادية تشدوا مطيشة تحكوها في الحكاكة وطيبوها ضروري طيبوها مع شوية التحميرة وشوية ديال السكينجبير وشوية ديال البزار والمليحة وشوية ديال الثومة يعني طيبوا مطيشة عادية تحكوها طيبوها بعد ما غطيب لكم مطيشة في الطاجين او في الكوكوط لكم الاختيار غادي تزيدوا عليها الكفته ديال الخضره اللي شاركت معكم والزيتون او جلبانه لكم الاختيار الجلبانه راه كاينه موجوده ولكن الكيلو داير 20 درهم انا كناخذ غير نص كيلو راه فيه الخير والبركه صافي شعلنا على الطويجين غادي نزيدوا الزيت حيت نسيتو من الاحسن انكم ديروا زيت الزيتون راه كيجي زوين اللي كان عندكم ما كانش عندكم ما ديروش وخذيت شويه الحامض مصير ونخلو الطاجين ديالنا يطيب على خاطرو وهنا غادي ندوزو نصوبو الشوربه اللي كتجي اروع ما يكون كتاخذوا بصيله تكون كبيره او جوج بصيلات صغارين معهم شويه الملحه وشويه ديال البزار والزيت العاديه او زيت زيتون انا كنعطيكم اقتراحات واختيارات هنا الاذان العشاء اذن فكرتكم في رمضان اكو حبابي الله يبلغنا رمضان يا رب يا رب بعد ما هبطات لي ديك البصيله شويه كنزيدوا عليها تقريبا واحد 100 غرام ديال الدجاج مقطع قطع رقيقه او الكفته ديال البقري ديروا اللي بغيتوا او ما ديروا والو ديروا غير البصيله ولكن الدجاج كيعطينا مذاق زوين هاد الشوربه وتجينا بنينه يعني بحال اللي درنا فيها شي ضامه ديال الدجاج انا ما كنستعملش ضامه اللي لاحظتوا بان عمرني ما درتش شي ضامه ديال الدجاج او ديال البقري كنستعمل ضامه الزعفران مره
في المناسبات. هنا كناخذ واحد جوج خيزوات نحكهم في الحكاكه الرقيقه، معلقه كبيره طماطم مركزه، حتى جوج معالق كبار يمكن لكم طماطم مركزه هي ماطيش الحك. كتاخذوا واحد جوج معالقات وتزيدهم على داك الخيزو وتزيدهم على داك الدجاج والبصيله وتخليهم يتشحروا شويه. يمكن لكم ديروا القرعه الخضراء حتى هي كتجي زوينه كيف ما قلت لكم، انا ما توفرهاش عندي. اما العطريه ما تكثروش منها، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، تقريبا نص معلقه ديال السكينجبير، والقزبر والمعدنوس. هادو هما العطريه اللي غادي نديرو. كانت عندكم عطريه ديال الدجاج يعني اللي كدار مع الشوربه ديال الدجاج ديروها، ولكن انا ما اكتفيت بها غير بحال هكا. يعني هاد المكونات اللي عطيتكم متوفرين في اي دار مغربيه، خيزو موجود، شويه ديال الدجاج تقريبا 100 غرام راه شويه، كنزيدو الماء الكافي بارد درتو انا. وغادي نزيد واحد الكاس صلصه طماطم اختياريه، هذه صلصه طماطم جاهزه اختياريه كانت عندكم ديروها، واللي ما كانتش عندكم ديروا غير جوج معالق كبار طماطم مركزه اللي درنا في الاول، وصافي كنخلوا الشوربه حتى تطلع فيها الغليه. عادي يمكن لينا نزيدوا السفه، انا خديت السفه الرقيقه، هذه السفه الرقيقه اللي كنديروها السفه معروفه، ديروا الكميه اللي بغيتوا ولكن ما تكثروش منها بزاف حيت كتنفخ ودغيا كتجمع لينا. وبقاو تحركوا 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 حتى تبان لكم هذيك الشوربه بدات تعقاد وبدات طيب لكم هذيك السفه او تنفخات. صافي هنا راه طاب تقريبا، وحتى أدى الأداء العشاء عاد نط صوبت العشيوة، طويجين طاب تبارك الله جا زوين، الشوربة حتى هي طابت. هنا غادي ندوز نصوب معكم واحد تيراميسو ساهل، ما فيهش الجبن ما فيه حتى حاجة، كتاخذ غير الكريمة السائلة، نص لتر درت يعني نصف لتر وطلعته كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وهاد الكريمة هادي راه باردة ماشي سخونة باش دغيا يطلع لينا، وحتى التيراميسو المزور أو الاقتصادي ناكلو هو بارد ما ناكلوش هو سخون. كناخذ هنايا هاد الزليفات وكندير فيهم هذيك لاكريم اللي طلعت معكم، وكناخذ الكاكاو اللي كتشرب مع الحليب. يمكن لكم ديروا الكاكاو المر عادي، ديروا اللي بغيتوا، او تاخذوا بيسكوي، شدوا بيسكوي ودقدقوه وديروه في هذه المرحله اللي درت فيها انا الشوكولاتة اللي كتشرب مع الحليب. وكنزيدوا البودوار، يمكن لكم تعوضوه كيف ما قلت لكم غير بالبيسكوي، تشدوه وديروا طبقه ديال البيسكوي على هذيك الطبقه ديال لاكريم، ولكن البودوار كيجي رائع في التيراميسو وكيعطي واحد المذاق زوين. ولي لاحظتوا بانني غمستهم الحليب مع الشوكولات، او تاخذوا غير القهوه الكحله تذوبوها في شويه الماء وتغمسوا هذاك البودوار. صافي هنا كلشي موضح وكلشي باين، كديروا الطريقه اللي بغيتوا، الكويسات اللي متوفره عندكم ماشي ضروري هاد الجبيبينيات اللي خديت انايا. وبعد ما عمرناهم بلاكريم كناخذوا شويه الشوكولات اللي كيشرب مع الحليب وكنزيدوه في الاخير يعني الكاكاو الحلو، وندخلهم يبردوا. شوفوا راه درت غير وحده ديال البودوار وبقات لي وحده، حتى المره اخرى نشاركها معكم في شي شهيوه اخرى. والله حبايبي انا مرضي 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 بزاف، مرضي الوالد هذا راضي عليا، راضي عليا الوالده. الوالد شنو قال؟ قال لي سي واش دير شي حاجه العشاء دار من الشوف، على بالي غنجي معشي ولا شي حاجه، حيت هو النهار كامل كيبقى كيمشي يصيد وداك الشيء وكيطيبوا الطاجين وكيجي ديما معرقه. اليوم جا شويه دار الرجوع قال لي سي طيب لي عشاء، قلت لي والهي الاولى ونط طيب لي العشاء كيف ما كتشوفوا عشيوه سريعه، والاهم انها بنينه 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 بزاف. بالنسبه لهذا كيف ما قلت لكم الكريمه كانت شايطه لي في الثلاجه غادي تخسر لي، حيت هي كانت محلوله ودازت السيمانه وخسر لكم كريمه، قلت علاش ما نستعملهاش ودغيا ياكلهم الدراري غدا يبقاو في الثلاجه دوز نهار واحد ياكلهم ولا اليوم بالليل انا ما عرفتش. شوفوا رائعين، والاهم انهم ساهلين، والكريمه راه موجوده والبودوار راه موجود حتى هو. الطواجين اجي تشوفوا معايا بس باش تحسها صافي كنت ما وريتكم، اجي تشوفوا معايا الطواجين. هاد الطواجين هذا الكفته بالخضره، كانت عندكم شويه ديال الكفته وبغيتو تخرج لكم كميه كبيره ديروا هاد القضيه كما درت انايا، درت الكفته ديال اللادان مع الخضره كتخرج لكم كميه كبيره، والوليدات ياكلوا لكم الخضره وما يجيبوا ما يديو، واقتصادي اقتصادي اقتصادي. اجي تشوفوا معايا الشربه اللي رائعه حتى هي، شي حاجه اللي خطيره وبنينه بنينه بنينه بزاف. ها هما شنو كيديرها؟ والله حبايبي هاد الشوربه اللي جربتوها غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف، والاهم انها اقتصاديه ولذيذه لألد ما يكون. والد كتعجبو وكتعجب الوالده وكتعجب حتى خوتي، ولكن بعينكم غتشوفوا. اجوا معايا شوفوا القوام ديالها واللذه ديالها بلا ما نهضروا عليها، ها انتم شوف خفيفه ماشي ثقيله. نتعشى ونرجع معكم، نطلعكم مع الصباح غنوريكم واحد المكون سحري باش تحكوا به الكوكو.
وهذا ما اشكال الاطباق ديالنا. دابا باش غنفكركم غنفكركم باللايكات، حيت انا اصلا نسيتهم. اللي باقي ما خرج شي لايك يخلي لايك، انا خلي لكم صحيحتكم ويطول في عمركم ويعطيكم قصر في الجنه. هذه الكلمه حفظتوها واقيلا احبابي. صافي هنا غادي ندوزو نتعشاو. اما هاد التيراميسو نخلوه يبرد شويه، هو راه بارد وغادي نخلوه يبرد مازال، يعني غنلوحوه في الفريكو تقريبا واحد 10 دقائق ونتناولوه، او تخلوه غير في الثلاجه وتفطروا به مع الصباح. هنا غادي ندوزو للطويجين، شوفوا كيفاش كيجي، ولكن المذاق ديالو خطير، غير جربوه بالطريقه ديالتي وتفكروني، غتاكلوا وغتفكروني. وهاد العشيه راه خفيفه، يمكن لكم ديروا غير الشوربه وترافقوها مع التمر او ترافقوها مع شويه الشباكيه، وبالصحه والراحه. انا درت الطويجين حيت عندي خوتي كيعجبهم الطويجين، ضروري منه كنديروهم هنا باش نتعشاو. وفنقلتو انا الوالده نجمعوا شويه داكشي ونحطهم حدانا هما باردين، ونبقاو نهضروا نهضروا نهضروا. هي تعاود ليا ونعاود ليها، اسماعي انت وحابي الله صالتاه، اجواء رائعه والله، بكرتكم تعيشوا معايا. هانتوما نحطوا هادشي. حنا من الناس اللي ما عندناش المنال في الدار، والله ما نكذب عليكم، عرفتي دابا مع درنا لاصطه ديال العيالات وكشي، راه نهار كامل رقاقه نايضه، ما كاينش يعني الكان. شوف في نفس الوقت الكان، وفي نفس الوقت ما كاينش الملل، يعني كيبان لك بنادم كيدخل كيخرج لتاه. ها انتم العيالات عندهم الحصص، ها الرجال عندهم الحصص لتحت، ها الوليدات هما يتغاوتوا، واعر راه داكشي والله. وانا هنايا الكرامي كيتقرقبوا، ها السي مطيب طاجين، السي مطيب صوبه، هادشي اللي كاين احبابي. صافي نخليه يبرد تقريبا واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه، ندوز دابا نتعشى طابع. تعشينا انا والمالين الدار وعمرنا واحد البريد ديال اتاي وجلاس مجمعين. هادشي اللي كاير دابا، غنمشي ندعس ونرجع مع الصباح. تصبحوا على خير ونتلاقاو مع الصباح. صباح الخير، كي صبحتوا كلشي بخير، اموركم مزيانه، نتمنى تكونوا بخير. فقت مع الصباح قلت غادي نعطي لهم واحد المسيمنات اللي زوينين بزاف بزاف. اما هاد المسيمنات كتاخذوا 5 كيسان دقيق ابيض، هي نص كيلو دقيق ابيض خاص بالحلويات، كاس ديال فينو تقريبا واحد 120 غرام فينو، بحال السميده الرقيقه ولكن هو رقم من السميده الرقيقه هاد فينو. معلقه كبيره خميره فوريه ما تكونش عامره، وجوج معالق كبار ديال السكر او جوج معالق كبار ديال العسل، خماره واحده فيها 8 غرام ديال الحلويات، وربع كاس ديال الزيت، يعني 3 معالق كبار ديال الزيت. وهذا المسمن شاركتكم معكم تقريبا دابا واحد 3 سنين، اللي رجعتوا للقناه غتلقاوه فيها شحال هادي شاركتو معكم في رمضان. واليوم بغيت نعاودو معكم شحال هادي ما درتو، قلت اليوم نعاودو معكم. كاس ديال الحليب دافي، وهذا المسمن راه كانت كتصوبو لنا الوالده في ايام الطفوله، معروفه به، وملي حلينا عينينا لقينا الوالده كتصوبو لينا. هادشي علاش؟ ولكن كانت كتصوبو بواحد الطريقه اخرى، كديرهم مربعين، انا درتهم مدورين، غير طريقه اختلاف غير شويه. صافي هنا كناخذو الحليب، غتاخذ لكم تقريبا واحد 2 كيسان ديال الحليب او ما كاملينش، راه تقدر تاخذ لكم غير كانو صونص ديال الحليب. بعد ما كنجمعوهم وكندلكوها مزيان كنخلوها ترتاح لا والو، مباشره كنقسموها وكنشكلوها على 4 الكرايسات. هاد الكرايسات هادو كنخليهم يرتاحوا تقريبا 5 دقائق. وعلاش غادي نخليهم يرتاحوا 5 دقائق؟ باش فين بغون نقرصوهم ما يتقطعش لينا العجينه. صافي هادشي اللي كاين، يعني ما تخلوهمش يخمروا، خلوهم غير يرتاحوا. بعد ما عجناها مزيان ودلكناها مزيان، ضروري انكم دلكوها مزيان 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 باش تجيكم زوينه، وكنعاود ناكد لكم دلكوها مزيان. خديت 3 المعالق كبار ديال الفينو، وخديت 3 المعالق كبار ديال الدقيق، وزدت عليهم خماره ديال 8 غرام. وكيف ما كتشوفوا هذيك الكريسه بعد ما قررتها درت ليها هذاك الدقيق وهذيك الخميره وهذاك الفينو وشويه ديال الزبده لاختياريه، ومن الاحسن اللي كانت عندكم الزبده ديروها، راه كتجي المذاق ديالها زوين في هاد المسمنات. بعد ما جمعناها كنقطعوها على هاد الطريقه، راه كلشي موضح في الفيديو، كنقطعوها على 7 شو 7، حيت كل كريسه غادي نديروها مع اختها، انا غنوضح لكم كلشي. خديت الكريسه الثانيه حتى هي قرصها، انا درت 4 الكريسات وكلهم غادي نشكلهم بحال هكا، وكلهم غادي نقطعهم على 7، راه كلشي موضح في الفيديو. وباش كنورقوهم غير بهذاك الفينو وهذاك الدقيق الابيض وديك الخماره، وكل وحيده عندها اختها، يعني هذوك 4 كامل الكريسات اللي صوبتهم قسمتهم على 7، وكندير وحده في وحده وكنجمعهم على الطريقه. راه نتمنى الشرح ديالي يوصل لكم، راه كلشي ساهل، راه حاجه ما صعيبه. انا غنعاود نشرح لكم هذيك العجينه، بعد ما جمعناها ودلكناها مزيان قسمنا على 4 الكريسات، وهذوك 4 الكريسات ورقناهم بفينو وشويه ديال الدقيق الابيض وخماره والزبده والزيت. بعد ما ورقناهم كنجمعوا كل كريسه وكنقسموها على 7 او 6، انا درت 7 باش يجوني متوسطين الحجم ديالهم، وكنديروا وحده في وحده. هنا بعد ما جمعناهم كنبداو بالاولى، كنحاولوا نقرصوها شويه ونديروها في اللاطه. صافي اسهل ما يكون، نخليهم يخمروا تقريبا واحد 20 دقيقه حتى يبان لنا الحجم ديالهم مضاعف. نخليو المسمنات يخمروا وندوزو نصوب معكم واحد
خلطه سحريه اللي كتخرج هذا الكسارن وترجعهم هكا ديروا هكا يديروا وما كتاخذش يكون وقت بزاف وما كتعذبوش بزاف. يعني الناس اللي دارين من يديهم او كيبغوا يخرجوا شي حاجه جديده بحال الاخر الومنيوم اينوكس كيحكوا بهذه الخلطه السحريه اللي جات معكم ديال ايام زمان كانوا يديروها والدينا شحال هذه. اليوم غنشارك معكم ونرجعكم شحال هذه دابا بركه الله بسم الله. هنا غادي ناخذ واحد 3 معالق كبار خميره المعجونه، راها كاينه في اي بلاصه ومتوفره في اي بلاصه. واحد 3 معالق كبار ديال الصابون البلدي، حتى 4 معالق كبار ديال الصابون البلدي، نديرهم على عافيه مهينه مع نقيطه ديال الماء، نخليهم حتى يذوبوا. وتبان لكم هذيك الخميره دابت وداك الصابون البلدي داب. ولي ما كانش عندكم الصابون البلدي خذوا غير الصابونه ديال الصابون، هذيك الصابونه ديال الصابون حكوها مع الخميره وخلوها تذوب. هاد المسيمنات بعد ما خمروا كناخذ الصفار بيضاء نذوبوا معها شويه ديال الماء وندهنوا بها هاد المسيمنات الصغارين، نطيبوا في الفران سخون مسبقا على اعلى درجه، شال عليهم غير من التحت حتى يبانوا لكم تحمروا، بداو يتحمروا على شعلوا عليهم من الفوق. وبالصحه والراحه والعافيه تكون على 200 درجه. شوف هذه الخلطه السحريه اللي كتخلي المعنات دي غير يخرجوا، دهنهم وتخليهم واحد 5 دقائق ورجعوا ليهم. فاحنا عندي غير هاد جوج اللي حالتهم حاله، اما عندي كلشي هذه وهذه، هاد جوج اللي عندي موسخين ندهنهم بحال هكا. وهنا كاملين غادي ندهنهم بالصابون البلدي والخميره ديال الخبز وصافي، ونخليهم حتى يتفاعلوا تقريبا واحد 10 دقائق، حتى 10 دقائق او ديروهم نهار قبل، يعني بحال هكا دهنوهم في الليل وتخليهم الصباح تحكوهم، راه دغيا كيتحكوا. انا صراحه ما خليتهمش بزاف يترقدوا. شو ما كتاخذش معاك مجهود، هاو شوف دغيا هذا اينوكس هذا. وحتى الكاسترون ديال اينوكس خرجت شعل، خرجت نقيه رغم اينوكس كحل راه بان. انا نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا المكون هذا ما يضركمش في يديكم حيت فيه غير الخميره وصابون البلدي، وانتم عارفين صابون البلدي الناس كدوش به ماشي مشكل، والخميره حتى هي راه ديال الخبز ماشي شي حاجه. ضروري انكم ديروا لهم التيت ديال الماعن وتحاولوا تحكوهم بالتيت ديال الماعن في هذه المرحله باش يبانوا يبريو ويخرجوا هنا يلمعوا، ضروري من هذه المرحله. شوفوا ها كيفاش رجعت، ها هي الكوكوط، هذيك الخلطه السحريه اللي درنا للكوكوط، شوف كيفاش كترجع دغيا دغيا، ما تعذبت لا والو في الحكان. شوفوا بعينكم كتشوفوا فرق كبير ما بين المره الاولى والمره الثانيه. ها انتم باقي ما شللتهاش مزيان، انا غنشللها ونديرها في الشميسه تنشف وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديالها نقيه. وهنا شوفوا هذه تاهي خرجت الماء شي رائع رائع. وهذه ديال الاينوكس حتى يرجع، هذا الاينوكس ديما كيكون كحل ماشي بحال الالومنيوم، وتاهي خرجتها خرجت نقيه نقيه من تحت. شو نفطروا؟ يلاه الفطره هنا تقريبا 10:30 غادي ندوز نفطر. صراحه فين كنفطر معطل ما كنتغداوش بكري، كنوجد الغداء على خاطري، ولكن الوحده خاصو يكون الغداء موجود باش خوتي يتغداو ومشيو خدمو، ما خاصنيش نعطل الغداء بزاف بزاف. واخا قلت لكم على خاطري ولكن الغداء ضروري يكون في الوقت. وهنا راني دهنتهم بالكونفيتير. شوف القرمشه، شوف شوف ما كيجيش معجن، بالعكس ها رائع رائع. يمكن لكم دهنهم بشويه العسل او الكونفيتير، انا دهنتهم غير بالكونفيتير ديال الفريز، وديروا عليهم كاوكاو كونكاستي محمر او لوز ايفيلي باش يعطيهم منظر زوين. انا غير ما درت لهم والو، ما بغيتش نخرج ورجع غادي نتعطل بزاف بزاف. الكاسترون والكوكوط رجعوا لقايه نقايه ان شاء الله. تشاركوا شي هوا في هذا الكوكوط، حتى تقولوا لي شنو بغيت نطيب لكم في هذا الكوكوط، كتبوا لي في التعليق والفيديو الجاي نشارك معكم شي هوا فيها. شوفوا رجعت جديده جديده، غنخرج الشمس الخلاطه تاهي رجعت جديده.
انا نسيم لنا الطابو غادي نمشي نجيب النعناع ما كاينش في الدار عمر بالي ديرته والفيديو وصلني هاي ديرته بس خايت لكم والله ما كرهتش نبقى نحك معكم ما انا طيب معاكم زادوا غدا فيديو احسن من هذا السلام عليكم السلام عليكم اسماعيل قال لي واعر قال بصح عطي عجبو بزاف هاد وصل فيه مع المشبعين هذا شاركته مع مول صوبته مع الصباح واعر بصح وراحه بسلام عليكم بسلام عليكم شوف السكر ديالو في الكاس هاد البراد اتي انا مسوس ها هو كيبغي السكر كوب يلا بسلام